أنا أبكي على سوريا وأصلي السلام وأقول لهم حوار، تفاوض، تسوية. تفاوض وحوار وتسوية، هذه الرسالة التي يحملها ضيفنا باتريك سيل الصحفي البريطاني لسوريا، يقول إنها نابعة من محبته لهذا البلد ومن إدراكه بقيمتها. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، هذا الشارع العربي في هذا الموسم الجديد، وكما بدأنا نكمل من كل شارع عربي وحول كل قضية عربية. اليوم ضيفي السيد باتريك سيل، أرحب بك، الكاتب والصحفي البريطاني طبعا المعروف الذي ألف وكتب العديد من الكتب والمقالات عن المنطقة عموما، عن سوريا وعن العالم العربي خصوصا. سيد سيل، راكمت صداقات وأخصام كنتيجة طبيعية لرؤى تجد من يتقاطع معها سلبا أو إيجابا في منطقة ما زال الصراع عليها وحولها منذ عقود، على نار توقدها أبعاد في السياسة والاجتماع والاقتصاد والثقافة. كون باتريك سيل صداقة متينة مع أكثر حكام المنطقة إثارة للجدل، مع حافظ الأسد، وكتب المذكرات غير الرسمية للأسد ولكنها الوحيدة على كل الأحوال، وتواصل مع الأسد الإبن في علاقة إشكالية اختلط فيها الرضا بالغضب منه وعليه. نال نصيبا واسعا من عداوة مهنة الكار من كتاب ومفكرين وصحفيين ونقاد، وجدوا فيه تأثرا عميقا برؤية أحادية للنظام السوري، هذا النظام الذي استخدم جيدا أوراق المنطقة خارج حدوده وأخفق كثيرا في تمتين بيته الداخلي، فغيب السياسة والعدالة والحرية ولقمة العيش الكريمة تحت عناوين الممانعة والمقاومة والصمود طبعا، حتى ضج الشعب السوري فانتفض تحت شعار الحرية في زمن الربيع العربي الذي أطاح بأنظمة راسخة من تونس إلى القاهرة إلى طرابلس وصنعاء، حتى توقف عند دمشق التي تؤن وشعبها تحت وابل النيران من كل الجهات، من قتلاها وجرحاها ومهجريها في طول البلاد وعرضها، والعالم من الإخوة العرب إلى دول الشرق والغرب يبحثون عن مصالحهم، عن مصالحهم فقط، بين جثث الضحايا وركام أقدم مدن التاريخ. سيد سيل، أهلا بك من جديد. أنت تقول تربطك علاقة وثيقة مع سوريا، كنت صديقا طبعا للأسد الأب، كتبت المذكرات كما ذكرنا، تقول عنها غير رسمية ولكن بالنتيجة هي الوحيدة، استقبلك حافظ الأسد، فتحت لك الأبواب، جلست معه وتحدثت وخرج الكتاب. اليوم الكل يسأل، هل سوريا لو كان حافظ الأسد ما زال موجودا، هل كانت ستكون بالوضع الذي هي فيه اليوم؟ هل غيابه أضعفها؟ الحقيقة إن حافظ الأسد كان رجلا مميزا، فقد كان المكون لسوريا الجديدة وحكم البلاد على مدى 30 عاما، ومن الصعب جدا بمكان أن نضاهيه بابنه، فابنه لم يكن من المزمع أن يكون رئيسا، فهو طبيب عيون، بل هو ورث هذه التركة عن أبيه، لذا فإني أقول إنه ورث مؤسسة حكم قوية، مؤسسة الرئاسة، وهي مؤسسة مركزية في سوريا. ثم ومن ثم أقول إنه ورث من أبيه صفة العناد، الشعور بالعناد، إنه ليس الرجل الذي يمكن أن يرغم على فعل شيء. ومن ثم أود أن أقول إن ما ورثه من أبيه هو دور سوريا في المنطقة، فسوريا ليست بالبلد العادي، لأنها البلد التي تقف بوجه إسرائيل. لكن سيد سيل، الكثيرون اليوم يقولون إن سوريا ضعفت بإدارتها الداخلية والخارجية، بمعنى يعني كل ما ورثه قد يكون صحيح بشار الأسد عن حافظ الأسد، ولكن النتيجة بأن أوراق سوريا القوية التي كانت تتمتع بها في علاقاتها الخارجية في زمن حافظ الأسد ضاعت في زمن بشار الأسد.
هل هو مسؤول عن إيضاعها أم تغيرت المعادلة؟ I don't think so. I think لا أعتقد كذلك. فأعتقد أن الوضع بنفسه قد تغير. ذلك لأن اللحظات الحاسمة في هذه الفترة هي كانت فترة حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية التي كان فيها كيسنجر مسؤولا عن السياسة الخارجية والتي كان مؤيدا فيها لإسرائيل. بعد ذلك أزاح مصر من خط المواجهة العربي حيث وقعت مصر معاهدة الاتفاق اتفاقية السلام، وكان ذلك شيئا أساسيا لأنه يعرض سوريا ولبنان إلى مواجهة القوى الإسرائيلية، وكانت معاهدة السلام تلك هي أساس لسيادة إسرائيل في المنطقة على مدى 30 عاما الماضية. حافظ الأسد fought against that. وبما أن حافظ الأسد استجاب لذلك وكون تحالفا مع إيران على شكل خصوص في عام 1979، وهي نفس السنة التي وقعت فيها مصر معاهدة السلام مع إسرائيل، حيث كان هناك تبادل في الشركاء، حيث أصبحت حيث تم الإطاحة بالشاه، ومن ثم أصبحت إيران حليفة لسوريا، ولأن سوريا ولبنان كانوا معرضين إلى القوة الإسرائيلية على خط التماس معهم، فإن حافظ الأسد عمل اتفاقا مع إيران، وأصبحت هناك نتيجة واحدة، نتيجة لتلك المعاهدة، هو غزو إسرائيل للبنان، مما كون أداء لتكوين حزب الله. اسمح لي لو بدي أقطعك شوي. علاقة سوريا بإيران هي إحدى الأوراق التي أسأل عنها. اليوم في شعور أن سوريا أصبحت ملحقة بإيران، تابعة لإيران، إيران تقرر وسوريا تلحق وسوريا تنفذ، أصبحت إيران هي الحليف الوحيد أو هي الملجأ الوحيد لسوريا. لا أعتقد ذلك. بينما في زمن القبل كما قلت يعني كان في لعب على المحاور، كان في مثلث الذهبي اللي حكيت عنه اللي هو المثلث العربي سعودية مصر وسوريا. اليوم سوريا خارج هذا المثلث وهي بتابعة كقطار لإيران تدفع ثمن كل أي سياسة ضد إيران. كلا، لا أتفق معك، لا أعتقد أن ذلك صحيحا، إذ أن هنالك ثلاثة شركاء في محور المقاومة، ذلك هو إيران وسوريا وحزب الله، وكل واحد منهم مستقل بذاته، إذ أنه لا يتفق على كل شيء. بس ما هم جسم واحد وهم قرار واحد وهن مصلحة واحدة. They know that they stand or fall together. إنهم وقفوا في الحرب مع بعض، ومنذ أن أصبحت سوريا وإيران تواجه قوة واحدة هي إسرائيل التي تدعمها الولايات المتحدة، لذا فإنه ليس من المفاجأة. العلاقة بين سوريا والعرب والدول العربية في زمن حافظ الأسد كان معروف عنه دائما يحافظ على توازن، لم يقطع شعرة معاوية، كان دائما هناك معادلة إقليمية يحافظ عليها. ما الذي تغير بالنسبة لسوريا؟ اليوم معظم الدول العربية غير صديقة لسوريا، غير صديقة للنظام الحالي. ذلك صحيح، ولكن ليس كلهم أصدقاء، إذ أن العراق ليست صديقة معها، الجزائر أيضا ولبنان أيضا، ومن الخطأ أن نعتقد أن الكل أعداء لسوريا وليس أصدقاء لها. ولكن ما يحدث الآن في السنوات الأخيرة هو أن ما يراه السوريين هو مؤامرة، إذ أن الأولى هو كانت غزو وتدمير العراق، وهنا كانت حليف إسرائيل الولايات المتحدة تدفع إلى غزو العراق، والسوريون يعلمون أن إذا نجحت أمريكا في العراق فإن سوريا سيكون عليها الدور التالي. يعني تقول لي سيد هيل، بغض النظر عن أي نظام كان سيأتي على سوريا، كان هذا سيكون حال سوريا اليوم؟
أن نظام آخر في دمشق يواجه نفس المشكلة، لأنه ليس من السهل بمكان أن نكون جارا لإسرائيل، لأن الإسرائيليين هم عدوانيين وتوسعيين ومحتلين للجولان. لذلك فإنه ليس من السهل، إذا ننظر إلى ما حدث في السنوات الأخيرة بغض النظر بصرف النظر عن غزو العراق في 2003 و2005 ومن ثم أزمة لبنان في عام 2005 أو 2004 واغتيال رفيق الحريري، وأيضا إذا ما لاحظنا أن الرئيس بوش وشيراك حاولا. سيد باتريك، هناك من اليوم منتقدينك يقول أنك تتبنى رؤية أحادية للنظام، يعني بمعنى اليوم تقول عن المشاكل التي وقع فيها النظام الخارجية إقليمية والخارجية، ولكن لا تعترف بالأخطاء التي قام بها النظام. يعني قبل اغتيال الحريري كان هناك تمديد لإيميل لحود مثلا، الكثيرون يقولون هذا هو الخطأ، هذه الخطيئة كانت لبشار الأسد، إسقاط حكومة سعد الحريري. أعطيني حق الإجابة، أعطيني فرصة الإجابة. طبعا سوف أترك لك، بس خليني أقول لك شو هي النقاط. مثلا أيضا إبعاد تيار إياد العلاوي بموضوع العراق، هيدا الجهة الأخرى اللي بتقول نعم هناك مخاطر. لا أفهم ما علاقة إياد علاوي بهذه القضية. الإصرار على المالكي من قبل نظام السوري، رغم ما أشيع عن تسوية بأنه الأسد كان جزء فيها، بشار الأسد كان جزء فيها بأن يأتي إياد العلاوي لتشكيل الحكومة، كانت تسوية مع العرب والأتراك، وقام بيعني يقولون خدعنا. كلا، ذلك لا علاقة له بهذه المسألة. إذا أردت أن أبسط الأمور، إذا أردنا أن نفهم الأزمة السورية فعلينا أن ننظر إلى عدد من الطبقات، فهنالك الطبقة الداخلية التي لم نناقشها حد، ومن ثم الطبقة الخارجية. فالطبقة الداخلية هي جادة جدا، لأننا كما نعرف أن هنالك جروح عميقة لا يمكن لأي أحد أن يقبل بهذا الدمار الحاصل في الدول العربية. أعتقد أنه من المهم بمكان أن نرى ما هي كانت نقطة الدافع الثوري في سوريا. أولها هو الانفجار السكاني في سوريا، فهنالك العديد من العاطلين عن العمل من الشباب في المدن، كما ذكرته في كتابي عن سوريا هنالك 4 ملايين سوري، والآن أصبح هنالك 24 مليون سوري. طيب ما هو كتابك قديم سيد سين، يعني العالم بدها تعيش، بس هو المصادر يعني وربما الفساد. تلك هي مشكلة، هذه هي المشكلة التي ألاقيها في العرب الدولية. العرب لم يحددوا النسل، فمصر أصبحت اليوم 85 مليون نسمة. العامل الآخر بالثورة، دعيني أكمل توضيحي. إن الشباب غير العاطلين عن العمل، فسوريا قد كانت نائمة على مدى هذه السنوات الماضية، وهذا يعني أن المئات الآلاف من الفلاحين عليهم أن يتحركوا من المدن، وما يجعلهم فقراء جدا. إن الشباب العاطلين عمل إضافة إلى الفلاحين الذين أصبحوا فقيرين. لذا أعتقد أنه من الضروري أن خلق برنامج إلى الريف ليوفر لهم الوظائف، وكما أن تتدخل المؤسسات الدولية لتقديم المعونة. وبالإضافة إلى ذلك هنالك أسباب أخرى، منها الفساد وتعامل الشرطة السيء. فينا نحكي عن هاي التفاصيل بعد الفاصل، لأنه الآن فتحت موضوع آخر، يعني هو له علاقة مع موضوع السوري، وهو الثورة السورية. متى بدأت؟ لماذا بدأت؟ ما هو العامل الداخلي فيها؟ كل العوامل اللي ذكرتها، العامل الذي أنت تراه إقليمي وخارجي، وردة فعل النظام عليها. بتسمح لي بعد الفاصل، جدا مهم هيدا الحكي. لماذا كل مرة علينا أن نصدق سيد سيل بأنه الموضوع مؤامرة؟ هل التدخل العسكري ممكن في سوريا؟ الفساد الذي استشرى بالفئة والدائرة الضيقة ببشار الأسد؟